بهدف الحفاظ على بيئة صحية وآمنة، انطلقت مبادرة بيئتنا رئتنا في المحافظات كافة بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالشراكة مع المجتمع المحلي. مشاركة مديرية التربية والتعليم في هذه الحملة من خلال مجموعة من الطلبة، وأكيد هذه الحملة يعني تعزز السلوك والاجتماعي عند الطلبة في المحافظة على البيئة، وأكيد يعني هنالك استمرارية إن شاء الله لحملات ومبادرات من خلال الأجهزة الحكومية، الدفاع المدني، مديرية الأمن العام، الدرك. كانت الحملة اليوم لتنظيف وعمليات ترتيب لجميع الطرقات في لواء القصر، وكان يوم مميز في تناسق مع جميع المجتمعات المحلية اللي موجودة عندنا. وإحنا كجمعيات خيرية اليوم دائما يعني نضع إيدنا بإيد أي جهة أو أي جهة رسمية للعمل وتطوير من المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها مديرية الأمن العام استمرارا في سياستها بالتواصل مع المجتمع، بالإضافة لبناء جسور تواصل مع المواطنين كافة ضمن أدوار عطاء متبادلة. تأتي مبادرة هذا اليوم تحت عنوان بيئتنا رئتنا بمبادرة من مديرية الأمن العام، وهذه المبادرة الحقيقة انطلقت في هذا اليوم في جميع محافظات المملكة، ونحن هنا نتحدث تحديدا عن محافظات إقليم الجنوب. هذه المبادرة تأتي استمرارا لسياسة مديرية الأمن العام في التواصل مع كافة شرائح المجتمع، سواء كانت مؤسسات حكومية، مؤسسات المجتمع المدني، وكافة الجهات الداعمة لهذه المبادرات. مبادرة بيئتنا رئتنا تأتي ضمن مجموعة مبادرات قامت فيها مديرية الأمن العام، هذه المبادرة بالذات من أجل بيئة آمنة ونظيفة. هذه الحملة الهادفة لتحقيق بيئة آمنة وصحية من خلال تنظيف الشوارع والأماكن العامة، ركز المشاركون فيها على أكثر المواقع التي تشهد اكتظاظا سكاني أو إقبالا وارتيادا كبيرا من قبل المواطنين. إطلاق هذه المبادرة في لواء القصر شمال محافظة الكرك يأتي متزامنا مع إطلاقها في كافة المحافظات، وذلك بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع بمختلف الأشكال. يزن الشمائل المملكة، محافظة الكرك.